أهلا بكم مجددا، معكم نورة سعري مدونة تعلم معنا. وفي هذا الفيديو سأقوم بشرح كيفية تثبيت نظام أوبنتو ديسكتوب على الـ VirtualBox. وقد قمنا بشرح كيفية تحميل VirtualBox بفيديو سابق، وعن البيئات الافتراضية ولماذا هي مهمة وكيف يمكننا استخدامها من خلال برامج عدة وتحديدا من خلال VirtualBox. في هذا الفيديو سأقوم بتثبيت نظام أوبنتو ديسكتوب في الـ VirtualBox، وبداية سنقوم بتحميل نظام أوبنتو. فإذا لتحميله بكل بساطة نذهب إلى الموقع الرسمي لنظام أوبنتو، أوبنتو.com. سأترك رابط التحميل في صندوق الوصف، وهنا ستجدون أن آخر إصدار من أوبنتو هو أوبنتو 18، وهو مدعوم لعام 2023. وهذه المواصفات التي يحتاجها النظام حتى يعمل عليه النظام أوبنتو. فيجب أن يكون لديك 2 جيجا هرتز بروسيسور و 2 جيجا عفوا 2 جيجا بايت ميموري، ويجب أن لديك مساحة ب 25 جيجا بايت. وإذا أردت تثبيت هذا النظام على جهازك، على جهاز خاص وليس على البيئة الافتراضية، فيجب أن يكون لديك DVD أو DVD طبعا فارغ، أو USB فلاش USB. تقوم بوضع نسخة نظام التشغيل الذي سنقوم الآن بتحميله على هذه USB أو هذا DVD. ويقول لك أن إذا كان لديك اتصال بالإنترنت فهذا الشيء أيضا مفيد. سنقوم بنقر على داونلود، والآن يقول لك يمكنك تحميله، تم تحميله الآن مباشرة. ولكن إذا لم يتم تحميله بهذا الشكل سيطلب منك مثلا أن تقوم بالتبرع لهذا المشروع. طبعا هذا المشروع هو مجاني، أي أنك يمكنك تحميل نظام التشغيل بشكل مجاني تماما، ولكن إذا أردت التبرع يمكنك ذلك. فمثلا يمكنك النقر هنا، كل لا تريد أن تتبرع فقط تقوم بالنقر أو إضافة صفر في كل مكان بهذا الشكل، وبهذا الشكل تحصل عليه بلا شيء. وسيتم تحميل نظام التشغيل بهذا الشكل، أو من هنا يمكنك النقر على داونلود ناو إذا لم يتم تحميله. بعد تحميل نسخة نظام التشغيل طبعا سيكون لديك، سيتم تحميل ملف بهذا الشكل، وهذا الملف سنذهب إلى VirtualBox الآن ونقوم بإنشاء نظام تشغيل جديد أو بيئة افتراضية جديدة سنسميها Ubuntu Desktop 18. طبعا إذا كان تقومون بتثبيت الكثير من البيئات الافتراضية فضعوا اسم مميز لكل بيئة حتى تستطيعون التمييز بينها. فسأقوم نقر على Next. الميموري الذي أريد إعطائها لهذا النظام هو طبعا هو الحد الأقل مطلوب منا بالنسبة للميموري هو 2 جيجا بايت، سأعطيها 4 جيجا بايت. إذا لم يكن لديك ميموري كافية أو ذاكرة كافية فحاول أن تعطيها أقل شيء 2 جيجا بايت، فلا داعي لتعطيها أكثر من ذلك حسب طبعا متطلبات النظام. Next. والآن المساحة التي أريد إعطائها لهذا النظام، فقال لي أنه يريد بحد أقل 25 جيجا بايت، فسأعطيه 60 جيجا بايت. طبعا إذا لم يكن لديك مساحة مرة أخرى فلا مشكلة، فأعطيه أقل شيء 25 جيجا بايت و create. والآن أصبح لدي نظام أوبنتو هنا. الآن علي أن أدخل النظام التشغيل، السوفتوير الخاص بنظام التشغيل في هذه البيئة التي أنشأها للتو من خلال نقر على settings والذهاب إلى هنا، وسأقوم نقر على empty وأختار الحزمة أو الملف صورة نظام التشغيل الذي قمت بتحميله قبل قليل من الموقع. فإذا ها هي. طبعا يوجد فيديو آخر سنقوم بتحميل فيه أو تثبيت فيه السيرفر الخاص بأوبنتو، وسأقول أوكي فقط لا غير. والآن سأقوم بتشغيل
تشغيل النظام. طبعا ننتظر سوية. فإذا إذا كنت تقوم بتحميل هذا النظام على البيئة الافتراضية كما أقوم الآن، أو كنت تقوم بتحميله على البيئة العادية أو جهاز حاسوب مثلا لديك قديم وتود تحميل عليه نظام، فالآن خطوات التثبيت هي نفسها، لا اختلاف أبدا. فإذا ننتظر. فالآن يقول لي هل تريد أن تقوم بتجربة نظام تشغيل أبنتو أم تريد تثبيت أبنتو. فيمكنك تجربته قبل القيام يمكنك التجربة قبل القيام بالتثبيت ككل، ولكن نحن سنقوم بالتثبيت كون نحن موجودون على بيئة افتراضية. وهنا أيضا يمكننا اختيار اللغة التي نريد. طبعا اللغة العربية هي لغة متوفرة، ولكن لن أختارها الآن، سأختارها بعد الانتهاء من عملية التثبيت. فالآن سأقوم بالتثبيت باللغة الإنجليزية. طبعا إذا أردت التثبيت باللغة العربية فلا مشكلة، اختر اللغة العربية من هنا عربي، ولكن لا أريد ذلك. وسأقوم بالنقر على Install Ubuntu. الآن سيقول لي أن أقوم باختيار دقيقة واحدة. لا يمكنني تكبير أكثر من ذلك للأسف. فإذا الآن يقول لي اختر الكيبورد أو لوحة مفاتيح التي لديك، فسأختار الإنجليزية. طبعا سأختار الإنجليزية لهذا الوقت، يمكنني إضافة العربية في وقت لاحق. طبعا للسهولة أنظمة تشغيل أبنتو للسهولة دائما، أو أنظمة تشغيل لينوكس للسهولة دائما أقوم باختيار اللغة الإنجليزية، وثم أقوم بإضافة اللغة العربية في النهاية. فإذا هنا يقول لي ما هي التطبيقات التي تود تثبيتها. هل تريد التثبيت بشكل عادي مثلا المتصفح، برامج الأوفيس؟ طبعا ليس الأوفيس الخاصة بمايكروسوفت، الأوفيس الخاصة بلينوكس، هنالك ليبري أوفيس وأوبن أوفيس على ما أعتقد. أم تريد التثبيت الأشياء العادية فقط، المتصفح والأشياء الرئيسية؟ هل تريد تثبيت أشياء أخرى؟ فإذا سأترك الأمور كما هي. هنا يمكنك النقر هنا أيضا Install Third Party Software، وهي الخاصة بتثبيت البرامج الأخرى التي قد تكون مفيدة من الإنترنت إذا كان لديك اتصال قوي بالإنترنت. لن أقوم بتحديد هذا، ولكن إذا كان لديك اتصال قم بتحديدها، وسأقوم النقر على Continue. الآن سيقول لك ما نوع التثبيت الذي تريد. هل تريد تثبيت أبنتو أن تمسح كل المساحة القرص التي لديك؟ طبعا هذا بالنسبة إذا كان لديك نظام تشغيل الآن، أو لديك جهاز حاسوب عليه نظام تشغيل سابق وأنت تريد وضع أبنتو مكانه، ليس بجانبه، مكانه، أي تمسح الأول وتضع أبنتو بجانبه. أما تريد أن تختار شيء خاص بك بكيفية تقسيم القرص، فكبداية سنختار أن التثبيت الكامل، لا نريد تصعيب الأمور الآن أو جعلها أكثر صعوبة، فسنختار الخيار المحدد هو أن نمسح كل القرص ونثبت أبنتو. كوننا الآن على بيئة افتراضية هذا الشيء لا يضر أبدا. إذا كان لديك جهاز حاسوب فاعلم أن هذا الخيار سيقوم بمسح كل البيانات على الجهاز الذي تقوم بتثبيت أبنتو عليه. فسنقوم بالنقر على Install Now. الآن يؤكد أن كل شيء سيذهب وسيتم الكتابة على هذا القرص بشكل كامل. أي قرص؟ القرص الوهمي الذي أعطيناه إياه، الذي كان مساحته 60 جيجا بايت في البداية كما تذكرون. سأقول نعم. وننتظر.
الآن يقول حدد المكان الذي أنت موجودة في... الذي أنت موجود فيه أو الذي أنت موجودة فيه. فالمكان هو عمان بالنسبة لي، إذا لم يكن بالنسبة لك طبعا الأردن يمكنك اختيار أي مكان آخر من الخريطة سأغلق على التالي. طبعا أهمية أنك تقوم أهمية أن تقوم باختيار المكان الصحيح الذي أنت تسكن فيه، فهو خاص بساعة الجهاز وإلى آخره من الأمور، وهذا هو أهمية أن تضع المكان الصحيح. فهنا يقول لي ما الاسم الجهاز الخاص بك الذي تريد، أو اسمك وبناء عليه يكتب اسم الجهاز. اسمي نورس، والاسم للجهاز سيكون نورس فيرتشوال بوكس، سنقول نورس ليرن وذ ناو. اليوزر نيم الخاص بي سيكون نورس، وكلمة المرور ستكون 1 2 3 4 5 6، وواحد 2 3 4 5 6. جيد. هل تريد أن يتم تسجيل الدخول بالكمبيوتر أو بالنظام بشكل تلقائي، أم تريد أن يطلب كلمة المرور؟ نريد أن يطلب كلمة المرور، فسنقوم تم تحديد هذا الخيار بشكل تلقائي و continue. فإذا الآن يقول هنا أهلا بك في أبنتو، و طبعا هذه أول مرة أقوم بتثبيت فيها أبونتو 18. أول أبونتو قمت باستخدامه كان على ما أعتقد أبونتو 14. إذن هنالك 14 و 16، الآن 18. طبعا سأترك الفيديو بالوقت الطبيعي كي تعرفون كم سيأخذ الوقت حتى يتم تثبيت هذا النظام، فهذا الوقت الطبيعي الذي بدون تقطيع الفيديو، بدون تسريع الفيديو، هذا الوقت الذي أخذه فعلا حتى يقوم بتثبيت هذا النظام. جيد. فإذا الآن سأقوم بالعمل على كتم الصوت حتى يتم التثبيت، وأعود إليكم بعد النهاية من التثبيت. فإذا ألقاكم بعد قليل.
فإذا تم الانتهاء من التثبيت الآن، وأود الملاحظة موضوع معين. أني قلت قبل قليل أن هنالك نسخ أبونتو كانت 14 و 16 و 18، الحقيقة يوجد نسخ أبونتو 15 و 16، فوجب التصحيح. وبالنسبة الآن ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نقوم بالنقل على Restart Now لإعادة تشغيل الجهاز. طبعا ليس الجهاز الخاص بنا، جهاز البيئة الافتراضية أو البيئة الافتراضية. فسيقول لنا قم بال اخراج نظام التشغيل الموجود على دي في دي او الموجود على يو اس بي من مثلا اذا كنت تقوم بتثبيت الجهاز على النظام بواسطه دي في دي، فقم باخراج الدي في دي. اذا كنت تقوم بتثبيته على اليو اس بي، قم باخراج اليو اس بي، فليتم القيام بالبدء بتشغيل النظام الفعلي. فإذا الآن يتم التشغيل. فلننتظر. ولنرى ما المشكلة. هل هنالك مشكلة أم هو يأخذ وقت خلال العملية؟ فإذا يأخذ وقت كما يبدو. فالآن يقول يمكنك الآن الدخول باسم نورس، هنا باسمك الذي قمت بإدخاله 1 2 3 4 5، هي كلمة تسجيل الدخول. وننتظر. وتم تسجيل الدخول بنجاح. ها هي. فإذا الآن يقول لك تعريف بأبنتو. فإذا إذا أردت مثلا القيام ب سأقول دان هنا. والآن إذا أردت مثلا القيام بتغيير اللغة، وربما هي أول شيء تريدون القيام به، فإذا لنرى. فإذا تقوم بالنقر هنا في الأعلى وعلى هذه الإشارة، جيد. ونذهب إلى Settings، هي Settings، وعلينا أن نذهب إلى اللغات. فإذا Region and Language. فإذا هنا اختار اللغة طبعا نريد أن نضع الأرقام بالخيار فإذا اخترنا الخيار باللغة طريقة عرض الأرقام بالإنجليزية. إما إذا أردت عرضها باللغة العربية فيمكنك الإضافة هنا. سأضيف اللغة العربية الآن هنا. فإذا هذه العربية آت. فإذا تم إضافة اللغة العربية هنا. وسأضع هنا خيارات لأرى ما الذي يوجد. فإذا عليك النقر على سوبر سبيس حتى تقوم بالقيام بتغيير اللغة. فمثلا هكذا يتم تغيير اللغة بهذا الشكل. وإذا أردنا تغيير اللغة كل شيء، فأعتقد من هنا سيتم التغيير. فإذا done، وسأقوم بنقر على restart. فإذا log out. أحيانا تحتاج للقيام بتسجيل الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى حتى تحدث التغييرات. لنرى ما التغييرات التي حدثت. فإذا سيقول لك هل تريد أن تقوم بالقيام بتحديثات لأسماء أسماء المجلدات. أحيانا يكون اسم المجلد مثلا ميوزك، هل تريد وضع مثلا موسيقى؟ سأقول أبديت نيم لأرى ما الذي سيحدث بهذا الشكل. فما زال كل شيء باللغة الإنجليزية. من هنا يمكننا الذهاب إلى الملفات، والملفات هنا تبدو باللغة العربية. هنا الصور،
التنزيلات الفيديو هنا، ف لنرى ما الذي يوجد هنا. هنا لدينا التطبيقات عندما نقوم بالنقر هنا، و طبعا بالتأكيد يمكن تغيير اللغة، اللغة يمكن تغييرها، وفي فيديو لاحق سأقوم بتوضيح كيفية القيام بذلك.